طب وانت فين دلوقتي؟ عايشة فين؟ أنا دلوقتي في بيت والدي. طيب وهو وهو فين؟ هو في المحجوز دلوقتي، هو في الحبس دلوقتي. طيب ما الصراحة بشكر مدير الأمن على على السرعة، على سرعة يا ما. نعم يا أستاذ عم. هل أنت تحت أي ظرف ممكن تتنازلي وتسامحيه وترجعي له؟ بعد كل الذل والإهانة واللي أنا شفته ده استحالة يا أستاذ عم. اوعي نزل عن حقي، لأنه لو حصل والله ما حد هيسمعك تاني يا بنتي. استحالة، قسما بالله استحالة يا أستاذ عم، استحالة. أنا يوم الفرح اتنزلت قلت يمكن يتعدل، يمكن ينصلح حاله بعد المعيشة ومع العشرة، يمكن ينصلح حاله، بس للأسف ما لقيتش أي حاجة من الكلام ده خالص. وهو بيشتغل إيه؟ أنا عمري ما هتنازل عن حقي. وهو بيشتغل إيه؟ هو بيشتغل تاجر فاكهة. آه طيب، ربنا معاكي وإحنا كلنا جنبك، وأنا عايز أقول لك برضو أشكر حضرتك على وقفتك جنبي. أنا عايز أقول لك برضو حاجة، ما تزعليش مني، أنت صبرتي زيادة عن اللزوم. صح صح، أنت اتضربتي مرة واثنين وتلاتة ومية. صح يا أستاذ عم، صح، وربنا معاكي، ومش عارف بقى يعني تقدري تكملي حياتك إزاي، إنما إحنا كلنا جنبك إن شاء الله نقدر نجيب لك حقك يعني. بشكرك يا أستاذ عمرو، بشكرك جدا. شكرا. مها محمد عروسة الإسماعيلية، أو لم تعد عروسة بقى، صعب نقول عليها عروسة.